ومش ده مش ده مش ده ابدا قيمه الدوري المصري التاريخيه ولا قيمه الزمالك والاهلي. قيمتنا اكبر من كده بكتير، يعني اكبر من كده بكتير. للاسف كان شكلنا وحش جدا، وانا بضم صوتي لصوت المهندس فرج اللي لسه سامعه بيتكلم، ان حتى لو خدت قرار ان انت هتنسحب، ان يعني ان انت عايز تحمي حقوقك او انك تحافظ على حقوق ناديك او كل حاجه، حتى سواء ده صح او غلط، لكن ما ينفعش المنظر يبقى كده. وان الامن النهارده بيطلع تسجيلات وبيطلع فيديوهات بيقول ان الفرقه تعمدت او الاتوبيس تعمد عدم الوصول للاستاد. قيمه الكره المصريه وقيمه نادي الزمالك اكبر من كده، اكبر من كده بكتير.